جود ايفنينج كندا. سوري على المنظر اللي طالع فيه عشان فيش مي الصبح. ما بدنا الهوية، ما بدنا الهوية، بدنا الهجرة الطوعية، بدنا الهجرة الطوعية، ما بدنا الهوية، ما بدنا الهوية. شعراء بالملايين على كندا رايحين، شعراء بالملايين. نحن بدنا نسافر من لبنان، قالت قدموا طلبات بنرفعها يا هون، وهي رح ترفع الرسالة. وعدتنا هدول بيحكوا بنفسه أحسن من الصراصير اللي قاعدين بالمجلس اللي عنا. فات الصبح يا أوادم شفت إعلان إنه كندا فتحت باب الهجرة، يعني كبر قلبي والفرحة عمت البيت كله. بس شحط على السريع وجيت بدي روح، وإز بلتفت بلاقي أم طلال حدي فجأة طلعت موسيقى حزينة. قالت لي أم طلال بصوت حزين: إلك قلب تسافر تتركني يا أبو طلال؟ قلت لها: أبدا يا أم طلال، ما إلي قلب. فطلقتها ورحت على السفارة ركض. هنيك لقيت الدنيا كلها بالسفارة، رجال، نسوان، وزراء، نواب، شباب، بنات، أطفال، شيوخ، فنانين، مشاهير. لك حتى الوزير باسيل كان هنيك وحامل الملف تبعه ووقف تحت الشمس مثل يعني حرام مثله مثل غيره ناطر دوره. فضلت لعبوا معي انترفيو، قالوا لي: انت شو عندك قدرات ممكن تضيفها للدوله بكندا؟ قلت لهم: بعرف اسرق كهرباء، بعرف اسرق مي من العداد، بعرف اعمل مي وملح للديجنتار، خباسي يعني اسرق، وبعمل كاستر مع بسكوت مثلا يعني. وبالاخر انتم شو بدكم فيني انا اعمل بتطلبوه مني؟ قالوا لي: اذا صرت مواطن كندي حيكون ولائك للبنان او لكندا؟ قلت له: لا، وقف عندك خان حبيبي، ان شاء الله مفكر انه اذا اعطيتني فيزا وباسبور كندي واقامه ومعاش شهري وامنت لي سكن وعملتني مثل البني ادمين، ممكن بيع حبه من طلاب وطني لبنان. قلت له: بيعه كله لبنان، انسى، بعفشه بطلباته بكل شيء. قالوا لي: طيب تفضل فرجينا ملف الهجرة تبعك. قلت له: عمشان شو ملف الهجرة؟ قال: عمشان ندرسه ونشوف إذا أنت عن جد بحاجة لتهاجر على كندا أو عم تاكل خلاص. قلت لهم: بسيطة، لشو الملف؟ فتحت موقع أخبار وبلشت أقرأ لهم. وزارة البيئة تعلن امتلاء جميع مكبات لبنان وكمامة إلى الشوارع مجددا. مصلحة الليطاني تعلن أن المزروعات يتم ريها بمياه مسرطنة. التصنيف المالي يتراجع لبنان نحو الإفلاس. الكهرباء إلى مزيد من التأنين. ارتفاع نسبة السرطان بنسبة 9%. نديم الجميل يقول لسليم عان: بيق ومن بيق؟ قال لي: خلاص خلاص خلاص، وقف وقف، ما عادش قادرين نتحمل. اتقطع قلبنا، قرب علي تبع السفارة عبطني وصديبك والسفارة كلها بكيت، وقال لي: روق وهدي حالك وخلص، بإذن الله حنعطيك الفيزا. عطاني الفيزا وتكت وإقامة وشغل وجوزني بريتش بير وعطاني الجنسية. وأول ما أخذت الجنسية قلت له: خاد انت وكندا، عمشان انا زلمه بدوق لبناني، يعني انا راح تعطوني انتم المعاش من هنيك بالدوله عمشان انا صرت كندي وحضل عايش ببلدي واصرف هم من مصرياتكم انتم. هاك الواحد بيلعبها ذكيه. ثانك يو جماعه الهجره.